أنا أحلم. أنا أحلم. من مقتضيات النجاح هو أن نتغلب على الكسل والمماطلة والغضب حتى نستطيع أن نحقق أهدافنا وبالتالي نتمكن من النجاح. اليوم نحتفي بالمسرح ومعنا الفائزة بمرتبة من المراتب الأولى في المهرجان مونو كيدز، أي مونولوج للأطفال، سبيل الكناني. صباح النور. صباح الخير. طيب أنت إذن سوف تقدمين لنا مسرحية عن حب الوطن وأهمية الوطن، وأيضا يحضر معنا الأستاذ حسن الكناني مؤلف هذه المسرحية. أهلا بك معنا وأنرت البرنامج بحضورك. بارك الله فيك أنت وجميع الطاقم تاع الإذاعة. شكرا. طيب أولا تقدم سبيل المسرحية وبعد ذلك سنأخذ تعليقك على أدائها، يعني كممثلة هل استطاعت إيصال ما تريد إبلاغه، وأيضا الهدف من كتابة هذه المسرحية. تفضل السبيل. أين؟ أعوذ بالله من كلمة أين. أنا حكيت عجيبة وغريبة، بالله شيء يشبه للكذب. عمري كامل وين نحب الراه وشيء النفع ربي، عملت المستحيلات الكل لكن الله غالب ما نجمت. ومنيتي في الحياة نشوفه قدامي نضحك له ويضحك لي، نبايع له ويبايع لي. سامحوني اعذروني نسيت ما قدمت روحي. انا تلميذ من الريف، دارنا هانيك تبعد على المدرسة 6 كيلومتر، معناها كيف نقوم منه؟ 6 متاع الصباح نغسلت وجهي ولبست دبشي وحضر تدواتي، لابد نوصل المخر. لكن المعلم والمدير الله يرحم والدي ويبارك فيهم متفهمين الوضع، اما انا مشكلتي الوحيده هي الراه. هي الراه هو وكهو. تعديت السنه الاولى والثانيه والثالثه وهاني تو في السنه الخامسه ولا نهار خلط عليه. وهذا الكل جرت البعد والحياه التعيسه والشاقه اللي يعيشها تلميذ الريف. انا متاكد اللي فما برشا تلامذ ولا اكثر قاسي وكيفي ولا اكثر مني. خلي عاد في الشتاء وقت لي تحمل الوديان وتتسكر الثدي والدنيا تولي خبره، وكل شتاء يجي تلقى البو واللم يترعدوا بالخوف يديتهم على قلوبهم خايفين على صغيراتهم. وكل شتاء يتعدى نفقدوا فيه تلميذ ولا تلميذه ولا سيرح ولا رجل كبير. فما مره من المرات شديت في بابا وقلت له يا بابا مالك يعيشك وربي فضلك، راني انا البارح كنت في السنه الاولى واليوم هاني في السنه الخامسه والنهار خلط عليه. فهمني بابا وقال لي باهي ولدي غدوه قوم بكري ولا يهمك. رقت لي كامله وانا نحلم به. هيا ما نطولش عليكم الصباح يا ربي. حطني بابا فوق الكريطه وشدينا الثنية للمدرسة وانا باش نطرشق بالفرحة والسعادة. نحنا كيكا مازلنا نمشي والدنيا مازلت مظلمة ونسمع كام في الرات كشتر طاف لي قلبي طاح معاه. هبط بابا يشوف يلقى الكريطة وحلت في حفر والبهيم مسكين يتدرجح وسقيف الهواء معلق وبابا العزاي فارع ويقلع وحده وهي بيت تزرزح. شي النفع ربي. قعدنا هكاكا لين زرقت علينا الشمس بيجيت العباد وعاونت بيش طلعنا كل كوريت. وانا هك الفرحة متاعي وك السعادة الكل مشيت ادرج الرياح مكتوب عليا ديما نوصل الرطار مش ما نشوفوش. برض بابا وشد الفرش ولا ما عادش نجم يقاوم. رصات لي بطلت القراية مش على خاطرني مانيش ناجح، ليه بالعكس كنت نجيب في معدل 15 و16، اما الله غالب حكمت عليا الظروف وتحملت المسؤولية وانا صغير ودخلت نخدم وانا عمري 12 عام. اما قعدت لي كيف الغصة في قلبي على خاطرني عديت فترة الابتدائي كل ولا نهار خلطت عليه. برا مش مشكل الحياة جميلة بالقراية ولا بالصرع، وكان مش صناعية ولا عملة واصحاب المهن الحر ما كانت تتواصل ما بيناتنا الحياة. مش يقولوا يفهمينو الجدين وتبقى صنعت لي دينة. انا بابا كان فلاح صغير على قد، وانت بوك نجار وهذاك بوه عطار والطبيب والمحامي والخباز. يلزم تصوير المجتمع تكون متنوعة متنوشة. تقول انت من كل مشموم نوارة، اما حاجة واحدة تحبوا بعضنا تعطيه قيمة للزوالي واللي ما عنده وين. على كل حال وصلت عمري 20 سنة قررت باش نخدم الوطن
نخدم تونس أرضي بلادي العزيزة الغالي. نقدم روحي للجيش، هزي الدبشي وقصدت ربي الأقرب جزرنا. قبلوني ورحبوا بيا وعدوني صالح الجندي. تعديت الليلة هذيك والصباح يا ربح قمت وقامت الجنود، لبست الكمبة والبورتكام تاعي وتلمينا في ساحة كبيرة وعريض وضرب النشيد الرسمي التونس. وهنا أول مرة نغزر له طالع يرفرف طالع يرفرف علم بلادي محليه وما شبه العزيز الغالي. مانيش مصدق أول مرة نغزر له وانا عامل جردافو ودموعي سواقة على خدية وقلبي بش يخرج من بلاصه بالفرح. حماة الحمى يا حماة الحمى هلموا هلموا لمجد الزمن، لقد صار خط في عروقنا الدماء، نموت نموت ويحيا الوطن. جميلة جدا. نعم، مسرحية فيها رسالة وفائدة، وحقيقة فيها العديد من الحكم والعديد من الوصف، يعني العديد من الحالات الاجتماعية التي تحدثتم عنها، الأطفال الذين يعملون في سن مبكرة وينقطعون عن الدراسة، الريف، المدارس التي تبعد عن تلاميذ الأرياف مسافة طويلة. وحقيقة هذه مشكل، هذا مشكل يجب أن يعالج، يجب أن تكون المدارس قريبة من منازل الأطفال حتى يستطيعوا أن يتميزوا في دراستهم ولا يرهقوا أنفسهم بالتنقل الطويل، ولا يمكنهم بعد ذلك أن يقدموا شيئا للمجتمع. وأيضا فيها حب عميق للوطن و رغبة صادقة في خدمة تونس. أستاذ حسن، ما رأيك في أداء سبيل؟ والله بالنسبة لعمرها هي تعتبر حاجة ياسر وحاجة تفرح، كترى صغير يحكي كما هكا وباللغة هذه ويوصل رسالة معناتها فيها الكثير من القضايا الاجتماعية، حاجة معناتها يلزم ينظروا لها القاسي والداني والحتى أعلى هرم في السلطة يلزم يخزر لها بعين الاعتبار. نعم، هي تستحق كل التكريم، ونحن بذلنا يعني ما في وسعنا في هذه الإذاعة لاستضافتها وتكريمها. نحييك دائما ونتمنى لك المزيد من التألق، وإن شاء الله يكون لك مستقبل عظيم في المسرح. كيف كتبت هذه المسرحية؟ والله هي الفكرة متاع الأخ سي محمد الكناني. نعم، هو أعطاه الفكرة وأنا قمت بالكتابة، وكانت معناتها جميلة الفازة. فهمتني؟ قعدنا قرابة أسبوع كامل نحن نكتب ونعاود وكل شيء، باش خرجنا بجوز نصوص، نص منال ونص سبيل. ونص منال أيضا كان حاضرا معنا الأسبوع الفارط، ولاحظت أنكم عائلة مسرحية، يعني الأستاذ محمد الكناني لديه يعني جمعية مختصة في رعاية الموهوبين، والمنال وسبيل، وأنتم أيضا أستاذ حسن. حقيقة أنا انبهرت بهذا الإبداع عندكم في الكتابة وبهذه الرغبة. ما هي الرسالة التي أردت كمؤلف أن تبلغها للقارئ؟ والله كأي رسالة نبيلة معناتها تمس الإنسان والإنسانية. المسرح شنو هو؟ المسرح له مزايا عديدة في تقدم الشعوب، وبدأ مع الإغريق، بدأ بفلسفة التصفيق. نعم، وبدأ معناتها بالمونولوج، نحن نقول المونولوج يعني الفرد الواحد والنص الواحد. نعم، والأداء الواحد. هو يعالج قضايا اجتماعية بالأساس لتطوير الشيء ذاك، ولا لوضع الإصبع على الداء يعني. نعم، والمسرح أيضا بالنسبة للأطفال لديه دور هام في التكوين من حيث اللغة ومن حيث العلاقات الاجتماعية. طبعا الشعوب بدون مسرح هي تموت، والأطفال هما رجال الغد، يلزم الإنسان باش يعطيهم مشعل ويحسسهم، فهمتني، بوجودهم، ومن خلال الرقح هذيك الخشبة كونه يعالج القضايا اللي موجودة فيك أنت وفي أنا وفي هذاك وفي الكبير والصغير. نعم، هل تكتب فقط المونولوج أم لا؟ أنا أكتب المسرح بصفة عامة، أنا بالأحرى سيناريست وممثل. نعم،
طيب، وما هو النمط المفضل عندك في الكتابة؟ النمط المفضل لكوميدي نوار، الكوميديا السوداء. نعم، أيضا دائما تحاول إبلاغ قضايا اجتماعية وتحدث يعني عن قضايا اجتماعية، ولاحظنا في نص منال، طبعا هي ولو أنها في الحلقة الفارطة من أنا أحلم، قدمت من أنا أبدع عفوا، قدمت جزءا بسيطا جدا من المونولوج، لكننا استمعنا إليه قبل التسجيل وكان يبرز أهمية العلاقة الحميمية أو الحميمة بين المعلم والتلميذ. طبعا طبعا. ماذا تقول بماذا يعني ما هي الرسالة التي تريد إبلاغها للمعلمين في هذا الصدد كتعليق على النص الذي كتبته لمنال؟ المعلم هو إنسان مبجل. نعم. وبالأحرى معناتها لولا المعلم لما يكون السياسي ولا يكون الرياضي ولا يكون الطبيب. نعم. ولا يكون في أي المجالات، المعلم هو الأساس، هو الأب، هو معناتها المؤطر، هو اللي يعطيك الروح، بعد البو لم يجي المعلم. نعم. فهمتني؟ والمعلم كما قال أحمد شوقي، قف للمعلم وفيه التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسولا. نعم. إذا سألناك يعني هل كتابة المسرحية التي سيؤديها الأطفال تختلف من حيث الكلمات واللغة عن المسرحية التي يؤديها البالغون؟ نعم، من حيث تكون سلسة ومبسطة أكثر، ما يكونش فيها معناتها غموض ولا ما وراء كلام ولا إيحاءات معناتها أكبر من أعمارهم. نعم. يلزم تكون معناتها تتماشى مع عمر الطفولة يعني. ولا حقيقة يعني أنك أبدعت في تبسيط الكلمات وفي نفس الوقت إبلاغ نفس الرسالة التي كان يمكن أن تكتب للبالغين، إذا نحن نحييك على هذا الإبداع ونرجو دائما أن تواصل في كتابة المسرحيات حتى لغيرهما من الأطفال، لأن هذا الأسلوب في الكتابة عندكم من أروع الأساليب، ودائما المسرحية يكون فيها يعني جمع بين كل المهارات. بالنسبة للغة الجسد أستاذ حسن، هل يعني هو يعني باختصار لأن الوقت قرب على الانتهاء، فقط بالنسبة للغة الجسد هل تساهم في إبلاغ المعنى أم فقط الكلمات؟ بالنسبة في المونولوج، والله في المونولوج اللي تساهم الكثير في إبلاغ المعنى، مع أنه حديث فردي. هي. نعم، هو حديث معناته يتسمى المسرح الصامت. نعم. أو ميم يعني. فهمتني؟ تنجم. نعم. بحركات ما توصل الرسالة للمتلقي بكل سهولة. نعم، إذن نشكركم على المتابعة أعزائنا المستمعين. أستاذ حسن نشكرك على الحضور. شكرا. كذلك سبيل مزيد من التألق ومزيد من النجاح لهذه العائلة المسرحية بامتياز. أعزائنا المستمعين، في ختام هذه الحلقة نقول لكم كما قال المتنبي، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتصغر في عين الصغير في عين العظيم العظائم عفوا. إذن دائما نقول، نحن ركزنا على الجانب الإيجابي، هو قال وتعظم في عين الصغير صغارها، أي تعظم في عين الصغير صغار الأمور، لكننا ركزنا على الجانب الإيجابي، أن العظيم يجب أن تصغر في عينيه عظائم الأمور ويسعى لتحقيقها، لأننا نعتقدنا أن كل شيء ممكن، فإن ذلك سيشجعنا على المواصلة في الطريق وعلى تحقيق ما نريده. نترككم على إيقاع الحلم، إلى الأسبوع القادم. أنا أحلم.